عدد الإصابات بفيروس كورونا في تزايد يومياً، استجاوز عدد المصابين في العالم 300,000، أما الوفيات تجاوزت 14,000. وإيطاليا تتحول إلى نموذج مرعب ومخاوف من موجة كورونا الثانية بآسيا وأنظار العالم على إفريقيا. ومن جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 119 إصابة جديدة بالفيروس، بينها 72 حالة كشفت في أحد فنادق مكة، تكون إجمالية الإحصائيات 511، بينها 17 حالة تعافى. والإعلان عن أول حالة بسوريا، إذ سجلت دمشق يوم أمس الأحد أول إصابة بفيروس كورونا. وفي العراق 233 حالة و20 حالة وفاة وتمديد الحظر. والكويت تعلن عن 189 حالة بدون وفيات وفرض حظر التجول. وأخيراً تونس تعلن عن 75 حالة وثلاث وفيات.